السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. طبعا هذا الموضوع ديال الاضراب ديال الاساتذه ديال التعليم، وخاصه تنتكلموا على التعليم الابتدائي، مشكل كبير، وهناك مشكل اكبر منه بالنسبه لي انا شخصيا، هو عدم وعي الحكومه بهذا المشكل. تقول لي شكون اللي قال لك عدم وعي؟ راه واعيين، راهم دايرين اجتماعات. لا، ملي كنوصلوا للنتيجه ديال شهر وزايد، شحال دابا باش دخلنا الموسم الدراسي ديالنا الجديد؟ من شتنبر بدينا. شتنبر نقولوا دخلنا فوقاش كان الدخول الرسمي لو 5 ولا لو 4؟ 5 واخا نقولوا حنا 15 شتنبر، واش عندنا 15 يوم ديال شتنبر وشهر ديال اكتوبر وحنا داخلين على نوفمبر؟ شهر ونص ما قراوش التلاميذ، اي مبرر غادي يكون عند الحكومه؟ واش الحكومه انا غادي تجبد لي دابا المشكل ديال النقابات والمشكل ديال المطالب؟ هادشي كله ما تهمناش، حنا تهمنا التلاميذ يدخلوا يقراو. واش كاين تعسف ديال الاساتذه؟ ما نظنش ان هناك تعسف، حيت ملي كنشوف بين الاساتذه تيتعنفوا، كيكروا الدق، تيتهانوا، تيتبهدلوا، كيداروا بهم النكت، كاين الاجر ديالهم ضعيف، لباسهم ضعيف، لانه المستوى باش عايشين ماشي هو هذاك. واحد السيده كانت كتوصف الزوج ديالها كيفاش يمشي يقري، قالت لك الا شفتيه تقول هذا شي واحد متشرد. علاش؟ لانه كياخذ الحافله في الاول، وكياخذ موراها دراجه، شي واحد يوصل بالدراجه، ومن بعد ياخذ بهيمه. قال لك كيوصل للمدرسه ديالو مبهدل. هذا هو التعليم؟ هذا هو المعلم ديالنا؟ وكيفاش بغيتوا هاد المعلمين يمشيوا للمدارس بعاد هما ما عندهمش، ما كاينش الطرق، ما كاينش النقل؟ راه المنظومه الاجتماعيه هي منظومه كامله شامله، وكيبداو عاد يتقدموا بكلمه نحن حكومه اجتماعيه، حنا قانون ماليه اجتماعي، نحن مفهوم الدوله الاجتماعيه. فين هو الدوله الاجتماعيه؟ أن المالك اجتماعي، أي نعم. أن الشعب يطمح إلى ما هو اجتماعي والعدالة الاجتماعية، نعم. أما الحكومة ففكرها أغلبه رأس مالي. كيفاش بغيتي ما عندهمش جينات اجتماعية؟ ما كاينش الجينات، ما كاينش إحساس بما هو اجتماعي في أعضاء حكومة، مش ما نقولش حكومة كلها. كيفاش بغيتهم يشتغلوا ويفكروا بطريقة اجتماعية؟ وما هو الاجتماعي؟ هو السكن، مشكل عندنا ديال السكن. ما هو الاجتماعي؟ هو الصحة، مشكل ديال الصحة عندنا. ما هو الاجتماعي؟ هو التعليم. أهناك دولة فيها إضراب ديال شهر ونص في التعليم وتقول اجتماعي؟ عاد حنا هذه 6 شهور 8 شهور هضرنا على الهدر المدرسي، وهضرنا على 350 ألف تلميذ اللي كان ضحية هدر مدرسي، وآلاف تلاميذ مفصولين عن الدراسة لانهم كروا، وكاين مازالين مفصولين اليوم مازال ما قراوش. ونزيد شهر ونص ديال الاضراب، يعني التلاميذ ما تيقراوش شهر ونص، وعندنا 45% ديال الاميه، وعندنا 50% ديال الباديه، الناس السكان اللي عندنا في الباديه قد اللي عندنا في المدينه. هنا 45%، هنا 55%، كاع 60% 40%، وهادو كلهم ما عندوش. اليوم ما كاينش مدارس، ما كيقراوش. ودولة اجتماعية باش اجتماعية؟ راه كان خاص في الأسبوع الأول، في الأسبوع الأول، وكان خاصها تيشموا الريحة الوزير في العطلة في شهر غشت، يعرف راسو راه عنده الدخول المدرسي، ويعرف راسو أن الأمور راه ماشي على ما يرام، ما يمكنش نديروا دخول سليم، وندوزوا أسبوع ولقاو مشاكل ونوضوا نتحاوروا ولقاو. ولكن زعما مخليهم يلا ديروا الاضراب تتشبعوا. فاش جاتني انا؟ ها فاش جاتنا حنا كلنا؟ ما جاتناش. هذوك غير التلاميذ. ديال من؟ ديال هذوك الناس اللي في الباديه، وديال هذوك الناس اللي ما عندهمش الفلوس باش يقراوا ولادهم في التعليم الخصوصي.
غير هادوك هما اللي ما تيقراوش الرونس. هادوك شنو كيديروا لنا في هاد البلاد؟ ما كيديروا لنا حتى شي حاجه. هادوك غير متقلين علينا، ما تيهمناش يقراو. اذا نزيدوا في الاضراب اذا بغيتوا، شهر شهر ونص شهرين ثلاث شهور ما غيغير فينا حتى شي حاجه. هادشي هذا، هادي الدوله الاجتماعيه. اطفال متشردين في الشوارع كيرتكبوا جرائم ويرتكب عليهم جرائم، هذه الدوله الاجتماعيه. ها الدوله الاجتماعيه باش غادي نقول انا نقول نعطيو الدعم، وعن اي دعم نتكلم، وفين هي الرؤيه ديال هذا الدعم؟ اذن الى ما خداش يعني التدابير ديالو اللازمه، وكانت عنده الشجاعه باش ياخذ قرار باش يكون الاستئناف ديال الدراسه ويتحاور مع الاساتذه ويشوف شنو هو اللي عندهم معقول ويقول لهم هذا معقول غنعطيه لكم وهذا ماشي معقول ما غنعطيه لكمش، ويخرجوا يشرحوا علاش ما غنعطيش باش الناس يعرفوا، باش ماشي الناس يبقاو يشوفوا الاساتذه كيتعنفوا في المظاهرات ديالهم ويقولوا اللهم هذا منكر. لا راه خصنا يكون عندنا بجوج، خصنا يكون الاساتذه يكونوا كيتشكوا ويقول لك هالمشاكل ديالنا، وخص يكون عندي الوزير تيخرج يقول لك اسيدي ها شنو كاين. فضح لي هاد الاساتذه، فضحهم الا كانوا متعسفين، الا كانوا كيبحثوا على مصالح خاصه وما تيهمش ما كيهمهمش التلاميذ، خرج فضحهم انت، خرج قول العيوب ديالهم. انت محشي في المكتب ديالك والاساتذه في المظاهرات ودايرين الاضرابات وجالسين تعانيو، وحنا حنا شكون هما حنا؟ حنا البلاد، حنا البلاد شنو غنديروا؟ شنو نديروا في هذا الشيء هذا؟ ها نعينوا الاثار تنزل، الاثار تنزل، الاثار يعني عاوتاني في نهايه الدراسه ان شاء الله عاود الهضر المدرسي الكثار، وعاود اللي غيتفصل من الدراسه الكثار، وهي هذيك هلم جره. راكم عارفين الاثار ديال هادشي شنو هو، يعني الا كنا غادي نتقدموا بواحد الخطوه غادي نرجعوا خطوه ان شاء الله اللور. وقال لك حنا كنجريو باش ندير. كنتمنى ممكن حتى رئيس المحكمه، حتى رئيس الحكومه مسؤول، رئيس الحكومه اللي غادي يدخل من بعد شهر ونص، رئيس الحكومه كان خصو يدخل من بعد 10 سنين ملي شوف بان الوزير ما قامش بالواجب ديالو. شنو هو الواجب ديالو؟ راه ماشي هو الحوار العقيم، ماشي الحوار اللي ما عطانيش نتيجه، انا خصني نتيجه، انا خصني الدراري يدخلوا يقراوا، وخا نعطيهم حقوق ديالهم مجزأه، وخا نعطيهم وعود ونكتبها معاهم، ولكن دخلوا لي الدراري يقراوا، وانا نكملوا الحوار ديالنا، دخلوا لي الدراري يقراوا، واعطينا التمثيليه ديالكم تحاور معنا ونشوفوا شنو يمكن لنا نديروا لكم. ولكن واش الدراري، الدراري هما اللي دافعينهم واخدينهم رهينه، رهائن، رهنين لنا المستقبل ديال التلاميذ. شحال 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 العدد ديال التلاميذ اللي راهم محرومين من الدراسه ديالهم دابا. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. خصو هادشي يتخاد، خصو ياخذ الاجراء في هاد الاسبوع، في هاد الاسبوع ما خص يجي نهار الجمعه حتى يكونوا الدراري دخلوا للمدرسه، ولا ما دخلوش الدراري للمدرسه يعني راه خص الوزير يقول لهم الله يخليكم انا ما نصلحش الاستقاله ديالي، انا فشلت في تدبير ميدان التربيه الوطنيه، ما يمكن ليش نستمر. دكتور بالنسبه لبعض المؤسسات لحد الان ما عندهمش اساتذه كيف ذكرت ديال المات، الرياضيات، ديال الفيزياء والفلسفه، الماده الرابعه نسيت عليها، مجموعه مدارس امهات اللي كتبوا لنا لحد الان وليداتهم مازال ما قراوش هذه المواد، وكاين اللي عنده بكالوريا هذه السنه. راه مشكل، راه مشكل، قلت لك التربيه الوطنيه ما هو عمومي، راه ماشي هاجس ديال الحكومه. هادشي هذا خصو يتعاد فيه النظر بطريقه شموليه، نتائج ما كتبشرش بالخير. لان معلومات اليوم حول الإضرابات المتتالية اللي عرفها قطاع التعليم العمومي، وطبعا التداعيات على التلاميذ بالدرجة الأولى. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.